هذه لعبة قديمة يلعبوها جدادنا، يلعبوها في ترسوت، يلعبوها دروك رانا نلعبوها في يناير مادام يناير عيد وطني. وهذه الكرة ولا تيكوت هي لعبة قديمة أمازيغية، ومنها استنبطت الولايات المتحدة الهوكي والتكريت في الهند. اللعبة هذه يلعبوها الرجال كما يلعبوها النساء. النساء حنا في تفسوت يلعبوها في الصباح، اما في الرجال يلعبوها العشيه. احنا حبينا ندخلوا عليها شويه تعديلات بطريقه جديده، ولكن تبقى نحافظوا على هذه اللعبه اللي كانت هي الاكثر شعبيه في ازمان بعيده. التجربه كانت العام الماضي في مباراه ما بين تبسه وخنشله في نفس المناسبه. هذا العام ارتأينا انه نوسعوا هذه التجربه الى الاشقاء التونسيين حتى تكون مباراه دوليه اخويه حبيه جواريه ما بين الأشقاء.